الخير عليكم، جاسب راكم بيان معكم امين كالعاده. اليوم ليبيزود 3 راني خارج شويه روتار، راهي قولوا 11 وعندي واحد ساعتين ونص طريق. راني رايح لشيكاغو نضرب العطله ونروح العشيه نشوفها ببري واش كاين فيها. ما عنديش ايدي واش كاين فيها حوايج نشافو ابار ليكول دو شيكاغو تاع الاركيتكتور، صافي حاب نشوفها. وكان واحد التخشيخه هكذا جار مخدومه بالكروم هكذا مشهوره، اذروايز ما على باليش واش كاين تما. صافي نلحق تما وهنا نديكوفري اي ار سي كاش. طلع مازالني في ليطا تاع انديانا، راني في واحد البلاصه بارتو وين الدور تشوف لي زيليس هذوك تاع الانرجي رينوفل، ما باش يتبان لكم شو بونس هذو ولا انا بارتو وين تمشي كاينين جوج دروا دور اللي شافتهم عيني واحد 200 ولا 300 امبرسيف. او فوالا هاي ليطا تاع انديانا كيف جايه. هذه ليطا تاع انديانا بوليس هي اللي في النص، وانا راني طالع الفوق والله راني جاب ربي منا كلكو بار يا لافايت. قلت على لافايت من بيلت. صافي راني طالع الفوق طال شيكاغو جاي في القرنيه الفوق جاي لازقا فيها منا اللي طالع تاع إلينوي تكمل الفوق. بكم في شيكاغو، مرحبا بنا في شيكاغو. الجو اليوم راه مغيم شويه، مي صاب رايحين نروحوا لاول بلاصه اللي راح نفيزيتيها، واحد البلاصه عندها ميلينيوم بارك، في واحد السفير هكذا مشهوره غاشي اللي يروح شيكاغو كل يصور فيها. صاحبي يونس قال لي كاين ويليس تاور وهانكوك تاور وهذه البلاصة، وهضر لي على الماكلة. صافي اون فيرا نخلصو هذو ونحوس روح ثاني تاع شيكاغو بولز ستاديوم. الحاجة اللي رماركيتها ديجا اللي جيت بسي باش لقيت بلاصة تاع باركينغ، والبلاصة اللي لقيتها غالية، ما عنديش بزاف وقت تاع فيزيت. صافي قلت نصدم عليها نقاري وخلاص. مي البروبليم سي كو ماكسيموم 2 اور، صافي سلكت على 2 اور اي اون فيرا لو ريست. نكملو هكذا تو دروا كيما راني نمشي انا هكذا، نخرجو في هذاك الميلينيوم بارك. قال لي ثاني كاين واحد لو بور تاع لا مارين، قال لي ضرب له طله اون فيرا واش نقدروا نديرو فيه. حنا نقعد 5 على 6 سوايع اون فيرا. لهنا كاينه ديكالاج هورير تاع ساعه. صافي باردون كتعود في انديانا 6 لهنا تكون عندهم 5 تاع العشيه. ميلينيوم بارك هذا الديزاينر تاعو هو ارشيتكت كبير واسمه فرانك غيري. في بلوزيور بارتي البارك هذا، مي اللي شفتهم انا سي لا باسريل اي لونفيتياتر هذا اللي دايرينو اون بلانير اي ذا كلاود جيت. ماهوش هو اللي ديزايناها نوتر سكولتور، مي تابعه للبارك تاعو، يعيطو لها ثاني حبة اللوبيا. شيكاغو تمد على واحد من لي لاك الكبار تاع الامريكان، تمد على لاك ميشيغان. راهي واحد ليميديتي كراف راني نقطة.
لهنا صافا، لهنا كاين شويه برود لاباس. صافي البارك ميلينيوم بارك اللي كنت فيه، واحد ليميديتي، واحد السخانه عجبني. انا مو كاين شويه ريحه بيتحرك. البلاصه هذه واسمها ريفر سايد ووك، تبي تمشي اون فاست باريك يعني. كاين هذه لاتور تاع ترامب اللي كنت تشوف فيها، مشهوره لهنا، وعندها تقدر تطلع حتى الفوق باش تشوف لا سيتي. راه باركينغ دار لي ستريس، قالت لي 23 دقيقه لازم نولي للطوموبيل نلقى لها بلاصه واحده اخرى. مندبه والله، مندبه العفايس هادو اللي راهم بالكروم، اللي كما كنتو تشوفوا في البريج هذاك اللي صورتو من قبيل، يبانو تاع شغل جوجنهايم، تاع ما باليش الاي ولا تاع الخدمه تاع فرونك غيري. على باليش اسبيري منو، ولا هو اللي دار العفايس هادو، ولا اي دون نو. شوفوا هذه تما كيما تاع مرسيدس، تاع هادو لي دو تور اللي راكم تشوفو فيهم سي دي باركينغ. تشوف طوموبيلات، هادو دو تور باركينغ. شوف كيف جايين باهيين. البيلدين هذا مكتوب فيه ذا شيكاغو سكول، ما على باليش خاطر كاين موفمون اركتيكتورال بكري واسمو ليكول دو شيكاغو. اسكو تاع البوهاوس نورمالمون، اسكو هذه هي اللي بداو فيها، ولا هذه تابعه للمنظمه، ولا اوكين ايدي. هذاك كي درت في جوجل ليكول دو شيكاغو، ما خرجتليش بلي كاين عفسه هكذا. خرجوا لي سكولز اللي كاينين في شيكاغو، جور مدارس اون جينيرال. اول مره نشوفها هذه تاع هذا سكول اوف شيكاغو. كي رحت نبدل بلاصه الباركينغ سينياليت لي كرشي، نضرب طلع الساعه نلقاها ساعتين. يا قلت ما لا، مادام انا راح ندي بلاصه الطوموبيل، اما لا نروح ديريكت للريستورون اللي يطلع عليه يونس. ريستوران هذا اسمه بورتيلو، سيتي شان دو ريستوران، سي با ان سو ريستوران. مي قال لي هذاك تروح لشيكاغو ما لازم تراطيه، هو وشيكاغو بيتزا، مي لازم تخير واحد فيهم. صافي خيرت بورتيلو هذا، رحت ليه داير واحد ديزاين تاع لي زاني 60 ولا 70، الجاز داخل ديكوراسيون هايله. داير يجيو ياكلوا عنده لي ستار. لو سول اللي عرفته من التصاور اللي معلقهم سي جون لينو. سينو ثاني لقيت بلي لاباتري تاع الكاميرا تاعي ثاني راح كانت قريب راح تطيح. صافي قلت مالا نبروفيتي نلقى طابله قدامها بريز نشارجي الكاميرا وبتتر التليفون. بعد ما عمرت الكريشه ديسيديت قلت نروح ندير التور تاع البابور. بديت نمشي نعقب على البلدين، هذا شد انتباهي. شفت هكذا قلت على الارشيتكتير تاعو هذا لي ديفيرونت، قلت بعد شفت القبه من فوق قلت هذا يبان يا ستيل تاع هنودا يا اسلاميك. قلت بصح واش جاب المبنى هذا لهنا. انا درت من الكوتي اليمين ونشوف الدخله تاعو مديكوريا بالكلمات بالعربيه، مكتوب فيها الله ولا اله الا الله ومن هذاك. نزيد نشوف بلي من فوق كاينه كلمه مدينه. قلت هذا ملا سيرمون كان جامع ولا حاجه كيما هكذا. كملت الطريق، ما عليناش كملت الطريق، جور ما دخلتش والله. هذاك بعد ما روحت وبديت ندير في لاريشيرش باش ندير الفلوك تاعي هذا، لقيت باللي مسمينو مدينه تيمبل وتبنى في 1912. قلت واو 1912 واش جاب العرب لشيكاغو. بديت نشوف زعما في ليستوار تاعو كيفاه، واش من اسكو كانت كان جاليه مسلمه ما كانش منا. لقيت باللي عمرو كان جامع، صح مسمينو تيمبل معبد بصح عمرو كان جامع. جور اول محل على الاساس اوديتوريوم، جور مسرح كبير يهز 4200 عبد. قلت سي بيزار، داروا فيه كانوا يديروا فيه عروض تاع السرق. جور حيرتني كيف هذا يديروا السرق في ليه مسمينو مدينه ليه دايرينو السرق. ومن بعد ما داروا سرق قلبوه يديروا فيه لا ميوزيك كلاسيك
ومن بعد حتى كي لحقت ال 2000 هذوك كراوها الشركات تاع الريتيل هذوك تاع اللي يبيعوا منها هذوك بدلوا له الديزاين تاعو الداخل خلاص نحاو هذوك المدرجات هذوك تاع الكراسة وهذاك وقلبوه دي زيطاج خلاوه بيان سور فيها اسباس سنترال مي ما بقاش الاخر بصح بقى اسمه مدينه تامبل. صافي نحرت قلت ليه مسمينو مدينه لقيت باللي المبنى هذا بناوه شراينرز انترناشونال. قلت شكون هادو شراينرز انترناشونال؟ لقيت باللي مسمين رواحهم AAONMS المعنى تاعها Ancient Arabic Order of the Noble of the Mystic Shriners. واو قلت مالا شكون هادو العرب هادو اللي عندهم الاحترام بزاف. نلقى باللي شراينرز هادو منظمة تاع ماسونية وما عندهم حتى علاقة بالعرب. الممبرز تاعهم كلهم مش عرب وهذه منظمة تاع بعد ما تكون ماسوني وتلحق في القراد تاعك تطلع في القراد باش يكون عندك لو دروا تدخل ليها. حرت انا قلت ليه داروه ليه مسمينو العرب هذاك يعني بصح ليه العرب. لقيت باللي السيد اللي بروبوزي لهم الفكره هذه اللي كان هو اصلا ماسوني وتابع لهم هذاك ستان فرونسي واسمه فلورنس فيزيتا الجزائر ومصر كانت عجبته بزاف الاركتيكتور تاع الموريسك هذه. اصلا اللوغو تاعهم مانسبيري من البلدان هذو في زوج شور دار لهم اللوغو هذا اللي كنتم تشوفوا فيه الاسفنكس هذوك كل على بالكم العلاقه تاع الماسونيه بالفراعنه والانشنت ايجيبت. صافي ديسيداو باللي لو تام تاع شراينرز هذو يكون موريسك وبناو بارتو في الامريكان تيمبلز اللي اكل عندهم اسماوات تاع العرب حتى السيل تاعهم اكل موريسك. كاين منهم انا اللي حيرتني عندهم واحد اخر اسمه مكه سنتر اللي جاي في نيويورك اللي دوكا اسمه نيويورك سيتي سنتر دوكا ما بقاوش اسماوات تاعهم كما كانوا بكري بدلوهم اكل. ايماجينيو بلي كان كاين واحد اسمه الجيريا شراين سنتر في مونتانا هيلينا سيفيك سنتر دوكا تقدروا تفيريفيو هذو المعلومات الكل كنخلي لكم ليليا ضربوا لهم طله. كان في واحد في فينيكس اسمه الزريبه واحد في انديانا بوليس اسمه مراد واحد في بيتسبرغ بنسلفانيا اسمه سوريا موسك يسميو حتى موسك وهي ماهيش موسك. عندهم في فيرجينيا مسمينو ديريكت ذا موسك. عندهم واحد اسمه تريبولي جاي في ويسكونسن. عندهم واحد اسمه ابو بن ادم موسك جاي في ميسوري. هذو الشراينرز هذو تاع في الماسونيه لحقوا حبوا يديروا ام برونش تبع الماسونيه الغرض تاعها غير الزهو وكل دي زوديتوريوم ولا دور تاع عرض ولا دي كازينو. مهم حرت يعني بزاير تخرج لي في كل مضرب شهر وين تروح بارتو في المون تلقاها ليسونسييل. كملت المشيه تاعي حتى نلحق ترام تاور وطلعت ضربت فيها الطلقه. كنت نحوس ندير دوره في البابر هذوك بصح ما كنتش عارف جي بي اس بعثني لواحد البلاصه غلطه بعيده بزاف وجايه في وسط المدينه تبدا ربي الديريكسيون تاعها مي ابارمون ها انا مقبيت كنت نمشي من الكوتي هذا اللي منا فوالا من تحت وما نشوف يوم ما يعمروا من الكوتي هذاك اللي منا. صرات لي دوكا واحد الخلعه طاحت لي الكاميرا وبعك ما بقاتش مفيزيا الكوتي هذا جار ولات فيزيا ديما تحت. قلت راح تهزت الكاميرا راح الرود تريب في كل زيت مي الحمد لله في اليوتيوب لقيت كيفاش تستكيح. لقيت باللي لي تور تاع البابور واحد دايرين فيه ساعه ونص ويدي ما روح حتى 6 و4 وواحد فيه 45 مينوت هذاك اللي كنت حابين نديرو قالوا لي حتى 9 تاع الليل. هي 9 تاع الليل مع لي تور هذو مع الضو هذاك سي انتريسون مي هرجني الباركينغ. انا راه بقات لي ساعه للبلاصه اللي قاريت فيها لازم نكون فيها باش نديبلاسي الطوموبيل ما على باليش لا يعسو ما يعسوش ما نحبش الريسكي الباركينغ هذا دار لي ستريس الفواياج هذا. الله صافي كنخلص من هنا رايح نشوف لافان تاع لا ريفيير هذه تمد على لاك ميشيغان ما راح حتى لافان نقعد تما حتى يخلص الوقت نعاود نولي للطوموبيل ونولي لانديانا بوليس. شيكاغو ماهيش تاع 5 سوايع مي شفتو قداش واش قدرت نشوف راني فرحان زياد جديد نكمل حتى الكوتي هذا خاطر الكوتي هذا في بلاصه اخرى اللي لازم تنشاف اللي هي نيفي بير هذاك اللي اسمه شوف فيه جاي جاي روعة بصح ما هوش تاع نص ساعة ولا تاع 40 مينوت كيما قلت لكم شغل سنيت ندير الماكسيموم لهنا مي خفافي برك شغل ما استمتعتش في كل بلاصة ما نحبش فريمون تاع نكون نجري هكذا دارت لي لابريسيون باركينغ بصح علاش تشوف شوية خير من ما تشوف والو خلاص. التجربة تاعي تاع شيكاغو اللي راهي قريب تخلص دوك انا احنا نقعد شوية هنا باك نديماري نهبط الطوموبيل ديماري. جاتني باللي شيكاغو غالية بزاف الباركينغ غالي
ايماجيني الماء وغالي، الماء لقيتو دوكا كي راني ندور في البلاصه هذه لقيتو يحسبوا فيه ب 5 دولار للقرعه صايره غاليه غاليه بزاف. تحس روحك راك في المدينه كل زون توريستيك، لي تور هذوك تاع البابور تاع الثاني غاليين، ميم دايرين زعما دي كاياك هكذا ثاني كل شيء غالي. اذا عاد جاي تحوس في شيكاغو صافي تجيب معاك كابا دراهم تاع بلي راك رايح تصرف، كاين حوايج ملاح يتشافو كل شيء، مي لا ماجوريتي بالدراهم وغاليه. هذه التجربه تاعي في شيكاغو. شيكاغو شيكاغو شيكاغو، والنبي ما تلخبطش معلومات انا مصدق. الى هنا تنتهي المغامره تاعنا في مدينه شيكاغو ولايه إلينوي. اتمنى عجبكم الابيزود الرابع، ما تنساوش دعمونا بالاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يلحقكم جديد، اكتيفيو لا كلوش، ما تنساوش ثاني تخليوا كومونتير وتخليوا جيم وتبارطاجيو لا فيديو للناس كامل كالعاده اللي تحبوهم اللي ما تحبوهمش غاشي كامل. هاي الله في روحكم، نتلاقاو في الابيزود 4 ان شاء الله، بدوام مدينه جديده راكي تبرد.